مسعود اللي بيحييك. تحية برضه معش خاطر الدكتور احمد مسعود بيحييك، الباشا محمد مصطفى اللي بيحييك يا عمده، وابو مودي وامام بيه بيحييك يعني برايك طيل معادي، الحاج عادل سلامه بيحييك يا عمده، الحاج عادل سلامه، العمده كمال عم عال بنحييه، العمده كرم الشراوي، والعمده كرم الشراوي بيحييك يا عمده، العمده كرم الشراوي، وتحيه برضه لعشامي. ودول العمده كمال عم عال، ودول الشغل والكلام برضه عشانه. سيادة المستشار مصطفى بيه شلبي بيقول العمدة كمال عبعال، سيادة المستشار مصطفى بيه شلبي حي العمدة كمال عبعال، تحية برضه مع الشغل. الطنطاوية بيحيي كل الشيوخ والمشايخ اللي معانا وكل الضيوف اللي شرفونا، كل الطنطاوية الشيخ ايمن شيران بيحييه، الشيخ بدر الدقوس، وتحية برضه للشيخ بدر الدقوس اللي بيحييك، تحية برضه للشيخ بدر الدقوس، العمدة كمان العمدة كمان الدقوس بيحييك، تحية برضه للعشاوي، والباشا محمد كمال، الباشا محمد كمال، وحضورنا للمواطنة بيحييك يا عمدة، الباشا محمد كمال بيحيي برضه العشاوي، هلا 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 هلا. الحاج نصر جلال بيحيي العمدة كمال عبعال، حاج نصر جلال بيحييك يا عمدة، ونقول للعمدة كمال عبعال اللهم صل على النبي اهو علق.